الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا أهل الله مش سألين أسهى الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أصغر العلماء متى شاءتنا الله ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله. ثم بعد ذلك من الأصول أيضا التي لابد أن نعرفها ونبحث عنها هي هذه القواعد الفقهية. يعني إذا أضفنا الأدلة الإجمالية التي يعمل بها الإمام الشافعي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي في بعض المسائل إلى آخره، بعد ذلك هناك القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هي المعاني الكلية التي تخرج عليها ما لا يحصى من الفروع. فإذا قلنا مثلا الأمور بمقاصدها، هذه من القواعد الكلية التي عمل بها الشافعي، واضح؟ أيضا إذا قلنا إن الضرر يزال، هذه من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا يحصى من المسائل، واضح؟ وبعضهم جعل رد مذهب الإمام الشافعي إلى خمسة قواعد بها نخرج مذهب الإمام الشافعي، نستطيع أن نرد إليه المسائل فيه. وقالوا نظموها في نظم، قال: خمس محررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرة. خمس محررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرة. ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة. ده في البيت الثاني. ضرر يزال وعادة قد حكمت، مشقة تجلب التيسير. ضرر يزال وعادة قد حكمت، كذا المشقة تجلب التيسير. والشك لا ترفع به متيقنا، والشك لا ترفع به متيقنا، وخلوص نية إن أردت أجورة. السائل اللي بيتحط ده بيبوظ القلم خالص. طيب، يبقى هذه القواعد الخمسة هي أصول، أحد أصول المذهب الشافعي، إليها يرد المذهب الشافعي، تكلم عنها الإمام السيوطي وغيره في الأشباه والنظائر، وأورد عليها ما لا يحصى من الفروع. تجد مثلا تقريبا نصف الكتاب في الخمسة دول، نذكرهم بسرعة كده لأن ده مش هو المحل شرحها. يعني خمس محررات قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرة. ضرر يزال، أول قاعدة، الضرر هو مش مرتبة يعني، هو عشان النظم. ضرر يزال، الضرر يزال، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أي ضرر يضر الإنسان في نفسه أو في عقله أو لآخره هو حرام. وعادة قد حكمت، العادة محكمة، العادة أصل من أصول الاستنباط، واضح؟ كذا المشقة تجلب التيسير، هذه المشقة تجلب التيسير، هذه أيضا من القواعد المعتمدة في الفقه الشافعي وغيره. والشك لا ترفع به متيقنا، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذا كنت متوضئا متيقنا من وضوئك ووضوئك
ثم بعد ذلك شككت في خروج شيء أو الحدث فاستمر على هذا اليقين. فالشك لا يرفع اليقين، واضح؟ سيأتي في إن شاء الله في الفقه. أخيرا وخلوص نية إن أردت أجور، هذه قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، هذه هي القاعدة الخامسة التي بها يتم المعنى في هذه الخمس المحرمات. يبقى هذه أيضا من أصول مذهب الشافعي. يبقى لا نكتفي فقط بدراسة الفقه، بل علينا أن نتعلم أيضا القواعد الفقهية، واضح؟ أخيرا أو أيضا هناك من الأمور التي هي من أصول مذهب الشافعي هذه الضوابط الموجودة في ثنايا الكتب الفقهية، ضوابط بها تضبط الفروع. مثل مثلا لما نقول عن ضابط السفر الطويل أنه 16 فرسخا، يعني الحكم اللي هو رخصة السفر لا يكون إلا في هذه المسافة 16 فرسخا. يعني إيه 16 فرسخ؟ يعني 85 كيلو متر بالحساب المعاصر. فهذه المسافة هي التي يعني يترتب عليها رخصة السفر. فهذا من الضوابط المهمة التي لابد أن لطالب العلم أن يلم بها، واضح؟ لأن هذا الضابط يعني يمسك كل فروع الباب ولا يتعدى هذا الباب اللي هو باب رخص السفر، وهكذا. أيضا من الأمور التي لابد أن نعرفها ونتعلمها هي مسألة الكتب المعتمدة، لأنك إذا أردت تعلم الفقه فعليك أن تتعلمه من الكتب المعتمدة للمذهب. وكتب المذهب التي اعتمدت قد نصوا عليه، نذكر منها كتب الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. كتب الإمام النووي كثيرة، ولكن نفس كتب الإمام النووي قد رتبت بترتيب من حيث الأقوى. فالإمام النووي ألف الروضة، وألف شرح المهذب، وألف منهاج الطالبين، وألف شرح صحيح مسلم، كل هذه من مؤلفاته. فعلاها الروضة، أعلى المصنفات في الاعتماد الروضة، وفي نفس المرتبة تقريبا منهاج الطالبين، ثم بعد ذلك شرح المهذب. من أين جاء هذا الترتيب؟ من مراجعة العلماء لكتب النووي، وجدوا أن يعني إتقان النووي في الروضة وفي منهاج الطالبين هو أعلى الدرجات. وهذا يعني كأنه يعني هذا مقصود من النووي، لأن في الروضة كان يحرر المذهب وكذلك في منهاج الطالبين، لكن في شرح المهذب كان يجمع الأقوال، واضح؟ لذلك حتى كان يعني يناقش المذاهب الأخرى كالحنفية والمالكية وغيره. فكان هدفه في هذا الكتاب هو جمع الأقوال، لكن تحرير المذهب كان في الروضة وفي منهاج الطالبين. وفي شرح صحيح مسلم ده في آخر مرتبة، لأنه قالوا أن شرح صحيح مسلم هو أول ما ألف النووي، كان ابن 20 سنة ألف شرح صحيح مسلم هو عنده 20 سنة. والله لو جئت يعني بأقساب لا أريد أن أنقص من قدر العلماء، لكن حقيقة يعني لو جبت العلماء الحديث دلوقتي وقلت لهم تعالوا هنعمل صحيح مسلم يعني يعجزوا، هيكتبوا شيء لكن يعني سيكونوا عالة على هذا العالم الحبر رضي الله تعالى عنه. وفي النهاية هذا الكتب أحد كتبه، وهو ليس يعني عمله يعني فيه ليس متقنا الإتقان الكافي يعني على هذا الحد، واضح؟ لأنه ألفه في بداية حياتي، فلا نستطيع أن ننقل منه المذهب، ما ينفعش ننقل المذهب من شرح صحيح مسلم. لكن إذا أردنا أن ننقل المذهب فعلينا بالروضة وعلينا بمنهاج الطالبين. كذلك كتب الإمام الرافعي، فالنووي ثم الرافعي، واضح؟ ثم بعد ذلك كتب
الشيخ زكريا الأنصاري ثم الشيخ خطيب الشربين وهكذا. ومن ذكر هذا الترتيب وذكر تفاصيل هذا كله في كتاب سبع كتب مفيدة يباع هنا في الحلبة. وأيضا الشيخ مولانا الإمام المفتي ذكر هذا في كتابه المدخل، تفاصيل هذا يعني تفاصيل الكلام عن الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي ورتب تقديمها وتأخيرها إلى آخره، وما هي الأقوال وما هي كذا. لكن احنا سنأخذ منها على ان احنا سنقرأ الفقر ان شاء الله تعالى، معنا وقت لدراسة هذا كله. لكن الذي ننتبه إليه دائما أننا إذا أردنا بحول الله سبحانه وتعالى أن نقرأ المذهب الشافعي فعلينا أن نكثر في أولا أن نحفظ شيئا من المتون، يعني من لم يستطع أن يحفظ فعليه أن يكثر القراءة، يقرأه مرة واثنين وثلاثة وأربعة هتلاقيه حفظ، خد بالك. وليكن هذا كالحال للمرتحل، بالإضافة إلى الدراسة العلمية التي هي على أيدي المشايخ المتقنين، لابد من هذا ومراجعة الشيخ في المسائل. ما ينفعش أن أنت تبدأ مجرد في الفقه بالذات أن تقرأ المسألة تسمعها من الشيخ وتروح على طول كده من غير مراجعة. إذا وقف عندك شيء لابد أن تسأل فيه. وميزة الفقه أنه نمارسه بالليل والنهار غير العلوم الأخرى، لذلك فتكثر فيه المسائل وتكثر فيه الحاجة، والناس تحتاج إليه أكثر مما تحتاج إلى غيره من العلوم وهكذا. يبقى إذن نحن في هذه الجلسة بإذن الله تعالى قد جمعنا لكم أطراف أو تكلمنا عن أطراف المذهب الشافعي أو الأمور التي قام عليها المذهب الشافعي وهي أصول المذهب، ثم تكلمنا عن القواعد المهمة التي عليها مدار المذهب، ثم بعد ذلك تكلمنا عن الكتب المعتمدة شيء من هذا، ثم تكلمنا أخيرا عن أهمية المتون العلمية التي جمعت المتون العلمية بقى خرجت هي جمعت الأقوال المعتمدة وجعلتها في نظم زي ما سنقرأ بإذن الله زبد ابن رسلان أو في كتاب مختصر الإمام أبي شجاع رضي الله تعالى عنه. هذه من الكتب التي هي اعتمدت للقراءة وللتدريس في مذهب الشافعي، واضح. فبإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم سنقرأ ونبدأ القراءة في زبد بن رسلان، وسنقف كما قلنا على مستوى المتن، وإن شاء الله سنوزع عليكم المتن بإذن الله تعالى، ونحاول أن يعني نجتهد في تحضير وفي إعداد الأسئلة وفي إذا وقف شيء بالنسبة لنا، وكل مرة سنأخذ شيء من المصطلحات أو شيء من أصول المذهب ونشرح القواعد ونشرح كذا ضمن العلم. لكن أهم شيء إن إحنا زي ما قلنا إن إحنا نكون على مستعدين لهذا، مش فقط جايين كده نقرأ، خصوصا إن إحنا بنبدأ في السابعة والنصف، يعني الناس لسه إيه يعني عايزة تنام أو نايمة أو شيء من هذا القبيل. لا، إحنا مش عايزين كده، عايزين الناس تبقى إيه يعني منتبهة، لأن الفقه هو يعني من أشرف العلوم التي يتعلمها المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم الشريف وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضع كده من منها، صلى الفجر ولذف مصر وحوالينا. الله 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 على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا.